المشكلة الآن أنه لا يوجد يعني مراكز إسلامية حقيقية بمعنى مركز إسلامي يقوم بواجب الدعوة الله سبحانه وتعالى. وأعظم شيء هو الإعلام. أحسنت. أعظم منبر للدعوة للإسلام. وللأسف لأن الإعلام مقصر حقا. للأسف الشديد يعني خاصا يعني كما يعلم الأخوان جميعا أن مجرد يمكن ربع ساعة نص ساعة كفيلة بأن تغير هذا الإنسان للإسلام. هذا بالنسبة للجالية الفلبينية سبحان الله أو للشعب الفلبيني. نحن نتمنى الآن عندما نتكلم على واقع الفلبين يعني كثير يتحمس لبناء مسجد. أنت تتكلم على 90% غير مسلمين. فأنا اقترح. أحسنت. وهذا وأنت الطبيب والمشخص. عندما أذهب إلى الفلبين في أوساط غير المسلمين أفضل أن لا يبنى مسجد. أحسنت. يبنى ملعب سلة أو صالة مغلقة رياضية. أحسنت. نستطيع أن نصلي في هذا الصالة. أيوة. ونستقطبهم. ونستطيع أن نصلي الجمعة. وأن نقوم بأن نحولها إلى معرض إسلامي. ونستقطبهم. ونحولها إلى مكان لتفطير الصائمين. ونحولها لكل شيء. أيضا صالة رياضية مغلقة يأتون أبناء النصارى ليشاهدوا الإسلام عن قرب. فإذا أذن المؤذن صلينا في هذا المكان. لكن عندما يبنى مسجد في قرية صغيرة نائية يعني يمكن عدد المصلين 4 أو 5 لن يأتي بالثمار في هذا الواقع النصراني الكبير وأيضا الأرض الخصبة الكبيرة لدعوة غير المسلم. نظرة أخرى عندما ينظرون الإسلام ينظرون من خلال مباني. يعني عندما تذهب إلى أماكن وتبحث عن الإسلام تجد مسجد مهجور، تجد مثلا مركز يعني أثاث منتهي تماما، فيشعر أن الإسلام ضعيف جدا. صحيح. لكن عندما يرى مثلا مسجد كبير ضخم جدا ويا مركز إسلامي ضخم جدا، صحيح، يدخل يرتاح نفسيا، ثق تمام ثقة، يقول هذا الإسلام قوي بذاته وبأشخاصه وبممانيه، فتكون هذا سبب في دخولهم بالإسلام في دين الله أفواجا. طيب اسمحوا لي ممكن أضيف أكيد بس, بس حاجة بسيطة تكلم الشيخ أبو مهند اللي هو موضوع الإعلام. حقيقة في الفلبين عندنا فرصة من فترة طويلة من يعني 20 و30 سنة إنه ممكن تروح على التلفزيون الفلبيني. عندهم طبعا يمكن 5 إلى 10 قنوات فضائية، القوية منها 5 مثلا. تستطيع تختار الوقت اللي تريده وفي القناة اللي تريدها وتتكلم عن الإسلام بأريحية وعن دينهم وتناقشهم. هذه قضية ما بتلاقيها في الدول الثانية، ولكن الأحقية ويدفعوك زيك زي الكاثوليكي. يعني ما في حتى تمييز كبير. فللأسف هذه ما استغلت، يعني شوه الإسلام، لكن ما وجدنا قنوات وبرامج. يعني تستطيع تسجل ساعة أو ساعتين وثلاثة وتبثها في على 20 و30 مليون إنسان في خلال يعني ساعات، وهم قريبين زي ما ذكر الشيخ للإسلام، لكن إحنا ما للأسف ما توجهنا لهم. الباب الدعوة مفتوح مرة جدا في كل الفلبين وفي مندانا في دابا وفي المركز سولي تيفي. أقول لك خلال يوم تستطيع أن تطلع تصريح من الحكومة الفلبينية بإنشاء مركز إسلامي. الآن تذهب تقول والله بفتح مركز، يطلب منك أعضاء مجلس إدارة 1 3 4 7، ثاني يوم تستلم ب7 ريالات 80 بيسو يعني 7 فسح كامل. تفضل فسح كامل. لم يعلم الإسلام صح بواقع من أجل العمل أو من صح. كذا ولم يدرس لعدم وجود مراكز إسلامية وعدم محاضن إسلامية لهؤلاء أننا يعود من الإسلام إلى النصرانية قناعة بالنصرانية، هذا لم نجد أحد إطلاقا أبدا أبدا إطلاقا إطلاقا. المؤلم في حديثك يا شيخ أبو مهند عفوا أنك تقول أنا وجدت لكم كنز ذهب، يعني أرضا خصبة، اذهبوا ادعوا الفلبين جاهزة، ومع ذلك لا براكي ولا سامع لك. الشيخ عبد الرحمن لي 25 سنة مع الجالية الفلبينية في صالة رياضية في مكتب الدعوة الصناعية الجديدة، أسلم فيها أكثر من 4000 شخص. هذه موجودة الآن موجود دوري كرة سلة في 54 فريق مشارك ويدفعون فلوس من أجل المشاركة. فكيف لما نكون هذه موجودة في الفلبين في وسط الفلبين؟ كيف لما ترعاها مؤسسة ولا أوقاف؟ هنا السؤال. لا أبغى من كل تاجر يسوي صالة رياضية مغلقة ويترك الباقي علينا.
يا سلام. كم تكلفت يا شيخ؟ والله يا أخي مع الأرض مع هذا الكمال تكلف 3 مليون ريال سعودي فقط. غطي مدينة. تغطي مدينة. غطي مدينة. غطي جزيرة كاملة. طبعا الصالة هذه ليست صالة رياضية فقط، هي مركز إسلامي، هو مجمع للصلوات الخمس، لصلاة الجمعة، للفطار الصامير، لمعارض، للإغاثة. مثلا الآن الحريق اللي شب هذا في داباو، يأتي المسلم وغير المسلم. بس نسميه مركز، يسميه صالة، تبغى تستقطبهم مثلا. ممتاز، لأنك لو قلت مركز مركز إسلامي يمكن يتردد. لكن لو تقول صالة رياضية يأتونك أعداد كبيرة. جاء وقت الصلاة أذن وصل، ما حد يقول لك لا. يا سلام. ويتأثرون وقدامك كما يجي الإمام، الجمهور موجود قدامك والمدعوين قدامك، يعني يحضرون بالآلاف، يمكن الصالة يحضر فيها 4,000-5,000 شخص. بالإضافة ممكن تسوي فيها معرض، معرض عن الأنبياء، معرض عن الإسلام، معرض عن الشهادتين، معرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون حضور شيء فوق الخيال. فهي فرصة، يعني صالة يسمونها ملتي بوربس، يعني متعدد الأمراض. يسلم اليوم وبكرة يتبرع لك بأرض هكتار، يعني 10,000 متر مربع، يقول لك هذا أنا، هذا اللي أملكه للإسلام. تفضل يلا حطوا المرض، تعالوا اعملوا وما يجدون. ندندن على التكلفة حتى لعل الله يسمعنا، لعل الله ييسر شخص يسمعنا مثلا ويتبرع. والله أنا أذكر مرة سويت دراسة عن 4 قنوات فضائية في منطقة داباو، تبت الأربع مدن 4 ساعات يوميا. ممكن كم يشاهدها؟ يمكن 10 مليون. لا لا لا، مليون. ما أظن، أقل، لأنها 4 مدن وبالكابلات يمكن يشاهدها حول 1 مليون تقريبا. ممتاز. أو 1.5 مليون تقريبا. أيوه. هذه 4 ساعات يوميا في 4 قنوات فضائية تكلف حوالي يمكن 50,000 ريال سعودي في الشهر. في الشهر، لا لا لا، عفوا، في السنة يا شيخ. في السنة، نعم. 50,000 في السنة بس؟ 50,000 ريال في السنة. لكن اصطدمنا، ما وجدوا برامج، يعني 4 ساعات يوميا اضربها في 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 في, في الشهر، ثم اضربها في السنة. سنة. لكن ما وجدنا برامج إسلامية. هي أرض خصبة للدعوة، وبدون يعني مبالغة، الذين يسلمون في المملكة والخليج، إذا قلنا تقريبا يعني الجالية الفلبينية تشكل 89% من الداخلين في الإسلام، تستطيع أن تستأجر من خلال القنوات، القناة المنتشرة جدا. صحيح. هذه تستطيع أن تستأجر ساعة وتحط عليها جوائز كل شهر، مثلا لو تحص جائزة سيارة لمدة 12 سيارة خلال سنة، كل شهر تنزل سيارة، أتوقع 3/4 الفلبين حيشاهدون البرنامج. نعم. صدق. تبغى تسوي مآذن، تبغى تسوي مساجد، تبغى تسوي مراكز إسلامية، ما شاء الله. مجرد يوم واحد كفيل أن تستخرج تصريح لمركز إسلامي في الفلبين. حقيقة هذه أمور إيجابية، الدعوة تستطيع أن تقوم بها في كل مكان في الفلبين، في المجمعات السكنية، في الحدائق العامة، في المراكز التجارية، في المدارس الحكومية، في الجامعات الغير مسلمة، المجال مفتوح لك في الفلبين. فهي فرصة عظيمة، فرصة عظيمة أن نستغل هذا. أتمنى تنفيذ هذه الصلاة الرياضية في الفلبين. والله عندك دراسة عليها يا شيخ؟ في دراسات، ليست دراسة، وفي أعداد ومجربة هنا في المملكة. أتمنى أن يكون ينبري لهذا الموضوع أحد المحسنين، ويكون خلال سنة يعني يسلم على يديه ألوف وليس مئات، خلال سنة واحدة. Yeah.